بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مصطفى عمار. I'm an assistant lecturer of otorhinolaryngology, head and neck surgery, Tanta University, Faculty of Medicine. إن شاء الله بإذن الله أكلم حضراتكم النهاردة عن برنامج Reference Manager. Reference Manager هو عبارة عن Citation Management Software، اللي هو عبارة عن برامج طلعت بتسهل تنظيم المراجع في أي document أنت بتكتبها. أشهرهم هما اتنين، Reference Manager والإند نوت، هما أشهر اتنين موجودين لهذا الغرض. يعني البرنامج ده بصراحة بيهم قوي أكتر الناس اللي بيكتبوا الماجستير أو الدكتوراه أو بيكتبوا أي ريسيرش مانسكريبت، هو بيكتبوا بيستخدم فيه ريفرنسز، محتاج إن في حاجة تنظم له الريفرنسز دي جوه الدوكيمنت اللي هو بيكتبها، من غير ما يبذل وقت وجهد كتير في ترتيب المراجعة دي، أو في لخبط أو لما تتلخبط يقعد يصححها تاني مرة تانية. بصراحة موضوع الريفرنس مانجر ده كان بالنسبة لي، أنا لما كنت بكتب ماجستير كان موضوع الريفرنس دي من المواضيع المرهقة جدا، اللي كانت بتاخد وقت وجهد كتير قوي منك أو مننا كلنا. وبعد كده لما عرفت بعد كده ان في حاجه اسمها ريفرنس مانجر، ناس قالوا لي كتير ليه ما تستخدمش ريفرنس مانجر، بس ما لقيتش حد اكشوالي عارف ازاي الريفرنس مانجر ده احنا بنستخدمه. ولقيت الناس كلها عارفه عنها الاسم، بس مجرد الاسم، انما ازاي هو بيتعمل او بنعمله ازاي ستيب باي ستيب ما لقيتش برضو اي فيديوهات مكتوبه على اليوتيوب بيشرحوها بالعربي او بيشرحوها بالانجليزي من الزيرو، لان معظم الناس بره عارفين الموضوع ده فيري، يعني عندهم حاجه شائعه جدا زي الوورد عندنا كده، فكل الناس عارفينه، ما فيش حد مش محتاج انه يتعلمه من اول يستخدمه من الصفر، فدي حاجه مش موجوده. فبصراحة أنا اتعلمته بنفسي، جبت البي دي اف جايد بتاع الريفرنس مانجر لما نزلته في لما نزلت البرنامج نفسه، البي دي اف جايد بتاعه وجبته وقريته، وده بصراحة خد مني وقت كتير جدا ومجهود، بس جاب يعني استفدت منه بصراحة كتير جدا جدا جدا، يستاهل كل اللي أنا وقت اللي أنا قضيته فيه إن أنا أتعلمه. عشان كده برضه حبيت أشرحه على الفيديو بشكل مبسط، بشكل من أول الصفر خالص، ستيب باي ستيب، عشان الناس تستفيد وما تعانيش زي ما إحنا كقبل كده عانينا وإحنا بنكتب الماجستير أو كده، ويبقى دي حاجة طبعا الناس تستفيد منها افضل من ان احنا نعمل الطريقه المانيوال العاديه القديمه. ريفرنس مانجر لما نيجي نتكلم ليه هنستخدم الريفرنس مانجر؟ هنستخدم الريفرنس مانجر زي ما قلنا، بينظم لنا ترتيبه المراجع والفورمات بتاع المراجع بتاعتنا من غير ما نبذل مجهود كتير او وقت كتير فيها. واكشولي يعني انا عايز اوصل بس الفكره ان دي مش دعوه للتكاسل او ان احنا نستخدم التكنولوجيا في انها تعمل لنا كل حاجه، لا. الموضوع ده بنقول ان احنا بيوفر لنا جهد، الجهد ده ما بيقعدش علينا بحاجه. يعني مثلا لو جيت عشان اكتب رساله قريت 100 ريفرنس وخدت منهم 30 بس في رسالتي، فده مش معناه ان الباقي ده مجهود راح على الفاضي، لا، ده انت اتعلمت وقريت واخدت معلومات كتير وبقى عندك باك جراوند نوليدج وبقى عندك داتابيس كويس، تقدر تعمل برزنتيشن كويس، تقدر تبقى مانجنج ديسكشن مع اي حد يكلمك في الموضوع، بقى عندك فيري سوليد باك جراوند عن الموضوع كله، وبقيت فعلا مؤهل ان انت تتكلم في الموضوع ده، بقيت من اعلى من الناس الموجودين فيه في الدايره بتاعتك يعني. انما ان انا اقعد ارتب المراجع وما عيني واغلط في الكومه واغلط في النقطه واغلط في الترتيب اللي مش عارف ايه والارقام كلها تبوظ واقعد ارجعها تاني، ده كله ملوش اي قيمه، مجهود بيروح على الارض، مجهود فعلا بيروح هدر يعني. طب الريفرنس مانجر ده بيعمل لي ايه؟ او بيسهل عليا ايه؟ الريفرنس مانجر ده بيعمل لي حاجه، بيخلق لي حاجه زي محفظه، المحفظه دي تبقى هي اتاتشنج اتسيلف للورد، هو بيأتاتش هيم سيلف للوورد وبيخلق محفظه، المحفظه دي اسمها الداتابيس، الداتابيس دي بحط جواها الريفرنسز بتاعتي، وبعد كده بحط جواها الريفرنس اللي انا بستخدم منها الكلام اللي انا هكتبه في الدوكيومنت، ولما اجي اكتب الدوكيومنت بعمل سايتيشن للدوكيومنت دي عن طريق الريفرنس مانجر، بحيث ان هو يكتب لي المرجع اوتوماتيك ويعمل لي سايتيشن اوتوماتيك. يعني ايه سايتيشن؟ سايتيشن معناه ان انت تو منشن ان الجمله اللي انت خدتها دي مقتبسه من فلان الفلاني، سواء ارتكل او سواء كتاب، اوكي؟ فهو ده معنى كلمه سايتيشن. في الاخر بتعمل انت في الاخر ريفرنس ليست، اللي احنا بنسميها مجملا البيبليوجرافي بتاع الدوكيومنت دي. فبالتالي هو بيسهل لك السايتيشن من ناحيه كذا حاجه. اول حاجه هي ايه؟ اول حاجه الفورمات، ان انت لما تيجي تكتب الريفرنس ده تكتبه فورمات معين، وتكتب اسم المجله والمؤلف بتاعها والعدد ورقم الصفحات او اسم شابتر الكتاب واسم الكتاب والايديتورز والكلام ده باسلوب معين، في مئات الفورماتس. في ستايلز كتير، فانكوفر ستايل، هارفارد ستايل، امريكان سايكولوجي اسوسيشن ستايل، في ستايلز كتير جدا بالمئات. انت مش مطلوب منك ان انت
تبقى تقعد تكتب كل مره وتكتب الريفرنس ازاي وتختصر الفيرست نيم واللاست نيم وكلام من ده، مجرد انت بتقول له اعمل لي الفورمات الفلاني او تعرف من المشرف بتاعك انه عايز الفورمات الفلاني، خلاص هو بيعمل لك كل الريفرنس دي بالفورمات اللي انت عايزها طالما الريفرنس دي موجوده في الداتابيز اللي عندك. اوكي، بيكتبها اللي انت لو انت عايز تغيرها في اي وقت يو كان تشينج ات اونلي باي فيو كليكس، بتغيرها بمنتهى السهوله كلها لفورمات مختلف تماما. فالفورمات اول حاجه مش هيبقى فيه اي خطا ان شاء الله في كتابه الريفرنس، مش حدش يقول لك بقى انت كاتب الكومه بينها مسافه ولا كاتب عدد الصفحات غلط ولا كاتب ايتال وانت المفروض تكتب المؤلفين كلهم، مش حدش يقول لك الكلام ده كله خالص. هو جاست الفورمات هيبقى موحد ويبقى كل الريفرنس عندك مكتوبه بنفس الفورمات. تاني حاجه موضوع الاوردر او ترتيب المراجع. المراجع احنا بنرتبها جوه الدوكيومنت بتاعتنا حاجه من اتنين، يا اما بنحط اسم المؤلف جنب المعلومه ونرتبه تحت الفابيتيكال، يا اما بنحط فوق ارقام في السوبر سكريبت او بين قوسين مثلا حسب ترتيب الظهور، وبعدين تحت بنكتب واحد هو فلان، اتنين هو فلان، تلاته هو فلان. الاكثر الطريقه شائعه هو الطريقه النيوميريكال اللي معظم الناس بتكتب بيها في الواقع على الاقل في بوسط الناس او زمايلي اللي انا عارفهم. الطريقه النيوميريكال، الطريقه النيوميريكال دي فيها مشكله خطيره جدا، انت بتكتب ريفرنس واحد اتنين تلاته اربعه، اي تعديل بتعمله او اي تعديل بيعمل لك المشرف بتاعك شال باراجراف بريفرنس بتاعه او حط لك حاجه زياده ليها ريفرنس، تمام اوكي، لما تيجي تشيل او تحط الارقام بتاعت الريفرنس اللي وراه كلها بتبوظ بترحل، لان يعني الرقم تلاته بقى رقم اربعه ورقم اربعه بقى رقم خمسه وهكذا لغايه مثلا ريفرنس رقم 100 او 120. تخيل انت هتغير كل الكلام ده مانيوالي، بياخد منك وقت وجهد كتير جدا وتبقى حاجه بصراحه خانقه يعني. ف ترتيب المراجع ده بيبان اكتر في الرسائل الكبيره والناس اللي كتبت قبل كده ماجستير ودكتوراه يعرفوا الكلام ده كويس، او بيبان لما انت تيجي تكتب كذا شابتر كل شابتر ليهم ريفرنس لوحدهم وهتضمهم على بعض في رساله واحده 7 8 شباتر ليها من 1 ل 100 120 ريفرنس. فهو بيرتب لك الترتيبات من غير ما انت ما تكون اورينتد بالموضوع او تحمل همه. لو انت فرضنا ان انت عملت سايتيشن لاي ريفرنس كان ما انت عملت له سايتيشن قبل كده، هو بيحط لك اوتوماتيك نفس الرقم حتى لو انت نسيت ان انت عامل له دوبليكيشن. الدوبليكيشن معاه مش وارد ان شاء الله. فالاوردر او ترتيب المراجع دي اكتر حاجه انت ممكن تستفيد منها لما تستخدم الريفرنس مانجر. تالت حاجه هي الاركايفنج، ان الريفرنس مانجر ده بيعمل لك محفظه اسمها داتابيز بيحط جواها كل الريفرنسز، بتفضل عندك كداتابيز للي انت كتبته، عايز تبعتها لاي حد زي مشرف مثلا يسحبها عنده على الريفرنس مانجر بتاعه ويعمل لك تعديلات من غير ما يلخبط لك المراجع، اتس اوكي. عايز تحتفظ بيها كنوع من انواع، انت محتفظ بالداتابيز بتاعتك، ممكن بتحتفظ انت باسم المرجع واسم المؤلف والرقم والمجله واسم الكتاب وكل الكلام ده، بتحتفظ برضه بالابستراكت. ممكن تعمل اتاتشمنت البي دي اف فايل لو انت عندك السوفت كوبي من الارتكل دي، تعمل لها اتاتشمنت على الريفرنس بحيث ان انت لو حبيت في اي وقت تجيبها تكون موجوده ايه معاك. فهو بيحفظ بيرتب لك كل حاجه وبيحفظ لك كل حاجه، ممكن تعدلها، ممكن تعدل في اي وقت وفي اي ظرف انت ممكن تعمله او باي اسلوب. اوكي، قبل ما نبدا موضوع ريفرنس مانجر ده انا عايز اقول ان انا فكرتي الفكره اللي انا عارفها عن ريفرنس مانجر دي فكره مبدئيه تماما. انا عندي البيزك نولج عن الموضوع او فيري راف ايديا عن هاو تو يوز ريفرنس مانجر. اللي انا هقوله ده هو البيزك، يعني بمعنى اخر ممكن اي حد مننا يزود عليه او يكتشف ادفانتج جديده ممكن يستفيد بيها، انما اللي انا هقوله لكم ده هو البيزك اللي احنا ممكن يا دوب تكتب بيه رساله وتمشي بيه نفسك. ده اللي انا اتعلمته وما اتعلمتش حاجه اكتر من كده بصراحه، وعايز انقله للناس عشان ما حد مش كل الناس تعاني زي ما احنا عانينا قبل كده. اوكي، لان انا بصراحه لقيت الموضوع ده منتشر كتير جدا بره، وان احنا فعلا lagging behind them at least by 10 years. هم خلاص استريحوا من موضوع الريفرنس ده واحنا لسه بنمهق عانينا ونقعد نغير في الكومه والنقطه والرقم. ودي حاجات مهمه ان يكون الريفرنس مكتوب بالاسلوب الصح، دي حاجه في الريسيرش مهمه، لازم تكون انت امين ولازم تكتب الريفرنس صح بالذات بالظبط، والدقه دي مهمه. فالمشرف بتاعك او الممتحن ما بيخنقش عليك او ما بيضيقش عليك، بالعكس دي حاجه لازم تكون مكتوبه صح. الريفرنس مانجر بيكتبها لك صح ومن غير اي مشاكل، وبيوفر عليك وقت او جهد انت اكيد محتاجه في حاجه تانية، وخصوصا الناس اللي بيبقوا داخلين على مناقشه ومزنوقين ومحتاجين يقروا كتير او محتاجين يدوا وقتهم لحاجات تانية اهم. النسخه الافيلابل دلوقتي احنا بنتكلم عنها ونشرحها هي 12، دي بصراحه اللي انا اعرفها ودي اخر حاجه انا نزلتها. لو اي حد يعرف اي حاجه تانية مور ريسنت يكون افضل، بس انا دي اللي انا اعرفها بصراحه. انا نزلتها من على الانترنت، عملت لها داونلود، وفي واحد برضه زميلي ربنا يجزيه خير اداها لي النسخه دي. الموضوع سهل جدا مش صعب خالص، تعمله داونلود بسهوله وبتعمله سيت اب بتنزله على البرنامج عندك على الكمبيوتر برضه بمنتهى السهوله، ما فيهوش اي تعقيد، واي حد عنده البيزك اكسبيرينس
ممكن يعمل الموضوع ده بمنتهى السهوله. احنا لما نيجي نجرب الريفرنس مانجر هنلاقي ان احنا ايه اول حاجه لما بعملها، لما بعمل سيت اب للريفرنس مانجر اول حاجه بتظهر عندي في الستارت منيو بتاعتي ايكون للريفرنس مانجر، ولما بفتحها بيفتح جنبها هيستوري. الهيستوري طبعا ده عشان انا نفسي استخدمت على الكمبيوتر ده ريفرنس مانجر كذا مره، انما انت مش هيظهر لك اي حاجه زي كده، هيبقى الموضوع بلانك. ولما تيجي تفتح الريفرنس مانجر هتقول له اوبن، تفتح الريفرنس مانجر هتلاقي نفسك بيفتح لك انترفيس بلانك ما فيهوش اي حاجه، انت لسه ما استخدمتش ريفرنس مانجر على الكمبيوتر خالص، ما عملتش بيه اي حاجه، فبالتالي هتبقى بلانك انترفيس زي ما احنا شايفين كده. في فوق طبعا شويه تاسك بار، انما هاو تو كنترول الريفرنسز اللي عندك، هنتكلم عنهم في حدود اللي انا عارفه، لان انا مش عارف كل الحاجات دي بتعمل ايه بالظبط، انا عارف بس الحاجات اللي تمشيني اوكي، عشان بس يبقى الامر واضح بيننا وبين بعض. وهنبدا اول خطوه ان احنا هنمشي مع بعض زي ما احنا بنعمل في الماجستير. اول حاجه انت بتعملها ايه؟ هفترض ان انا هكتب راجل، هكتب دوكيومنت عن الكانسر لارينكس مثلا، فجبت كانسر لارينكس في ملف وورد وفتحت الوورد وكتبت العنوان ومستعد ان انا اكتب الكانسر لارينكس. اول حاجه بلاحظها لما بفتح الوورد ان انا عندي برضو ان الريفرنس مانجر عندي هنا بقى انتجريتد في الوورد، ظهر عندي على التاسك بار هنا الريفرنس مانجر ايكون دي، بفتح بيها هو بيديني هنا الكنترول ان انا هاو تو سايت، او ان انا ازاي استخدم الريفرنس مانجر اعمل له سايتيشن وانا ايه وانا بستخدم الوورد اوكي. بس انا دلوقتي هكتب عن موضوع الكانسر لانكس. اول حاجه كنا بنعملها كلنا ايه، احنا كنا بنيجي هنا بنفتح كذا بي دي اف فايل، كذا ارتكل احنا بنلاقيها كويسين في نفس الموضوع، وببدا اشوف الجمل المناسبه اللي منها اللي تنفعني او مناسبه ليا، وبعمل لها كوبي وبيست احطها. زي مثلا الجمله دي هعمل مثلا ايه، اخد الجمله دي الاول، لارينجيال كانسر از وان اوف ذا موست كومن سايتس فور هيد اند نيك كانسرز، اقول له كوبي واروح على الوورد دوكيومنت واقول له بيست، هيحطها لي هنا اوكي. انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى، عايز احط الريفرنس مانجر ده احط لها ريفرنس، لاني ما ينفعش اخد الجمله دي من غير ما اقول الجمله دي انا واخدها من مين. فايه احنا اللي كنا بنعمله، كنت بحط هنا نقطه وبعد كده احط رقم واحد اعمله في سوبر سكريبت كده اوكي، ده اللي معظمنا كنا بنعمله، اقول له اكتبه لي سوبر سكريبت، وبعد كده اقوم واخد اسم المؤلفين دول، واخد اسم الارتكل دي، واخد اسم الجورنال، واخد السنه النشر والعدد والفوليوم، واخد ارقام الصفحات، واقوم كاتب تحت هنا رقم واحد فلان الفلاني، صح؟ زي اللي احنا كنا بنعمله. احنا مش عايزين نعمل كده خالص، وعايزين ننسى الموضوع ده تماما خلاص. احنا دلوقتي هنعمل سايتيشن لهذه الدوكيومنت عن طريق الريفرنس مانجر. طب ازاي؟ انا الاول عشان اعمل سايتيشن لازم اجيب الدوكيومنت دي احطها جوه الريفرنس مانجر داتابيز الاول، وعشان احطها جوه ريفرنس مانجر داتابيز الاول لازم اخلق الاول اكريت داتابيز الاول. فانا بروح له هنا اقول له فايل، اقول له اعمل لي نيو داتابيز، هقول لي اعمل لك نيو داتابيز فين، هقول له في الفولدر اللي اسمه كانسر لاكس، هيقول لي طب اسمها ايه، هقول له اسمها كانسر لاكس اوكي، هقول له نيو، هو كده عمل لي نيو داتابيز اسمها ايه، اسمها كانسر لارينكس. اول حاجه كانسر لارينكس دي بقت داتابيز او محفظه مكتوب هنا لها تاج ومستعده انها تستقبل الريفرنسز بتاعتك، بترتبها هنا بتديها ريفرنس اي دي رقم هو اللي بيديه لها، بتحط لك الاوثرز بترتيب الابجدي اسندنج او ديسندنج اب تو يو، ممكن تتحكم فيها، وبالديت اوف بابليكيشن برضو اسندنج او ديسندنج، وبالتايتل الفابيتيكالي برضو اسندنج او ديسندنج. لو انا جيت ابص بس على الفولدر اللي انا حاطط فيه الدوكيومنت دي هلاقي ان لما انا قلت له كرييت نيو داتابيز اسمها كانسر لارينكس، هلاقي الريفرنس مانجر هنا عمل لي تو فايلز جداد اهمت، واحد اسمه كانسر، الاثنين اسمهم كانسر لارينكس، واثنين لهم اكستنشن مختلف تمام. بس اللي يهمني هو ده هو اللي يهمني، ده كل مره لما اجي افتحه عشان افتح الداتابيس بتاعتي هو ده اللي هفتحه. بس ده مهم برضو لو انت عايز تبعت لاي واحد الداتابيس بتاعتك علشان يخش على الداتابيس على الريفرنس مانجر دي ويسحبها عنده على الوورد بتاعه او على الريفرنس مانجر بتاعه، لازم تبعت الاثنين دول، ما ينفعش تبعت واحد بس منهم، انما غالبا ده اللي انت هتتعامل معاه في اغلب الاوقات اوكي. بعد كده بلاقي هنا الريفرنس مانجر داتابيز اللي انا فتحتها اللي اسمها كانسر لينكس ما فيهاش اي ريفرنسز، عايز احط جواها ريفرنس، بعمل ايه؟ في طريقه من ثلاثه عشان احط جوه الداتابيز دي ريفرنسز. اول طريقه واسهل طريقه ان انا بعمل سيرش
من على الانترنت من خلال الريفرنس مانجر نفسه، ما بخش على الانترنت الاول اعمل سيرش، لا انا بعمل انترنت سيرش من خلال الداتابيز نفسه، بقول له تولز انترنت سيرش، بيجيب لي هو هنا ايه، فتح لي هو انا ايه الويندو او الديالوج بتاع السيرش. اول حاجه بتاكد ان هو في علامه تعليم على الانترنت سيرش عشان ما يعمليش سيرش جوه الداتابيز نفسها، وبيديني هنا كريتيريا اوف سيرش. اول حاجه بقول له الفيلدز ممكن اعمل السيرش حسب الاوثر، حسب الجورنال، حسب اللانجوج وهكذا. بقول له مثلا الاوثر، وبشوف الاوثر اللي انا عايز ادور عليه هو اسمه ايه، اسمه اجراوال، تمام. باخد كوبي وراح هنا اقول له بيست. طيب حاجه تانيه، اخد كريتيريا تانيه للسيرش عشان اضيق نطاق البحث بتاعي، فاقول له مثلا التايتل، واخد اي عنوان موجود من التايتل هنا عشان ايه اقرب الموضوع، اخد مثلا وليكن كانسر لاكس، اوكي، اقول له هنا كانسر لاكس بيست، واقول له سيرش عن طريق الجوجلز دي، تمام. هو لما يعمل لي سيرش هيقول لي والله انت عندك اتنين دوكيومنتس ينطبق فيهم الشرطين دول، المؤلف اسمه اجراوال وفيهم لارنجيال كانسر، اقول له اوكي، هيحطهم لي هو بقى، يقول انا عملت لك سيرش نمبر 1، دي ويندو تانية مختلفة عن غير الويندو بتاعت الداتابيس بتاعتي. سيرش نمبر 1، السيرش ده فيه تو ارتكلز او تو ريفرنسز، الاثنين فيهم اجراوال والاثنين فيهم لارينجيال كانسر، صح؟ ادي لارينجيال كانسر وادي لارينجيال كانسر. طيب الريفرنس ده لما انا بنزله الفورمات بتاعه عامل ازاي؟ انا هو عندي اسم الريفرنس ده، لما بعمل له هايلايتنج بالاسود كده بلاقي ان هو فتح لي فوق هنا ويندو، الويندو دي مكتوب فيها المعلومات اللازمة عن الريفرنس، مكتوب فيها الجورنال، مكتوب فيها اسم الريفرنس، مكتوب فيها اسم المؤلفين، سنه البابليكيشن، مكتوب فيها اللغه بتاعته انجلش، مكتوب الجورنال اسمه ايه، مكتوب فيها الفوليوم، الايشو، صفحه البدايه وصفحه النهايه، مكتوب فيها كل المعلومات اللازمه عن الريفرنس، مكتوب فيها الابستراكت عشان لو حبيت تقراه او ترجع له في اي وقت مكتوب فيها، بحيث انت ايه لو حبيت تعمل سيتيشن هو بيترجم المعلومات دي الى ستايل معين ويحطه لك ريفرنس في البيبر ان انت بتكتبها. طيب انا عايز مين من دول، انا عايز ده اللي هو ده ايرلي ستيج لارينجيال كانسر، ده انا عايزه. فانا دلوقتي عايز اخد الريفرنس ده، انقله للداتابيز اللي هنا دي اللي اسمها كانسر لاركس. حاجه من الاثنين، انا بقول له دراج، بعمل له دراجنج هنا وانقله كده، هيقول لي انت عايز تنقلهم، اقول له يس. نقل لي هنا في الريفرنس بيز اللي اسمه كانسر لينكس، نقل لي اجراوال ان مانجمنت اوف ايرلي ستيج لارينج الكانسر. وبلاحظ هنا ان انا خلاص اللي انا عملت له دراجنج راح. اسلوب تاني ممكن اعمله في الريفرنس التاني، ان انا مثلا فرض ان انا عايز احط الريفرنس ده عندي في الداتابيز برضه لقيته كويس والله ما يضرش، احطه بعد كده استخدمه ما استخدموش، اتس اب تو يو يعني، مفيش مشكله. هقول له كوبي بتوين داتابيزز، هقول له انت عايز تعمل كوبي ما بين سيرش 1 الى كانسر لينكس داتابيز، اقول له ايوه كوبي. هيقول لي انت عايز تنقله، اقول له يس اكونفيرم، فهو خلاص ايه هناك نقله، عمل له كوبي ما شالوش. اقوم انا بقى ايه قافل السيرش ويندو دي، اقفلها، هقول عايز تقفلهم، اقول له كلوز داتابيز، هقول لي اكيد، هقول له اكيد كلوز. بعد كده اجي هيقول لي عايز تقفل اللي بعديه اللي هو كانسر، اقول له لا ما تقفلوش. فانا دلوقتي عندي في الكانسر لينكس داتابيز عندي اثنين ريفرنسز، اوكي. تاني طريقة ممكن احط بيها ريفرنس جوه الداتابيز دي السيرش على الانترنت. انا لما باجي اعمل سيرش على الانترنت على اي بيبر في الطب عموما، انا ممكن اتكلم بس عن موضوع الطب لان انا ادرى بيه، ممكن يكون اي مجالات تانية معرفش بيعملوا سيرش ازاي، بس بنعمل عن طريق الباب ميد، بنجيب الباب ميد ونحط السيرش كرايتيريا هنا ونقول له يعمل لي سيرش، بيطلع لي نتائج السيرش اللي عندي. فانا لما جيت عملت السيرش ده لقيته طلع لي واحدة اللي انا عايزها هي مانجمنت اوف ايرلي ستيج لارينجيال كانسر، وطلع لي واحده تانية انا عجباني برضو عايز اخدها معايا، ليزر سيرجري اوف ايرلي جلوت كانسر ان الدرلي اللي هو بتاع انسرين ده. فانا عملت هنا ماركينج لده، اوكي، بعلامه الصح اللي موجوده في البوكس الصغير، وعملت ماركينج لده تاني، وعايز بقى اعمل لهم امبورت او ابعتهم، اعمل لهم اكسبورت ابعتهم لايه؟ للريفرنس مانجر بتاعي. بقول له سند تو فايل، هقول له انت عايز الفايل ده في فورمات ايه؟ اقول له فورمات الميد لاين، ممكن يكون كذا فورمات بس فورمات الميد لاين هو المطلوب عندنا، هو الكومباتبل مع ريفرنس مانجر. وهيرتبهم بايه؟ رتبهم باي ترتيب، مش هتفرق معايا الترتيب. اقول له كرييت فايل، لما اقول له كرييت فايل هو هينزل لي المعلومات اللازمه عن الريفرنسز دي في صوره تكست فايل، فانا هقول له سيفها عندي على الكمبيوتر. هيقول لي انت عايز تسيفها فين؟ هقول له سيفها في الفولدر اللي اسمه كانسر لاركس.
سميهم تحت اسم باب ميد ريزلت اتس اوكي مفيش مشكله، عايز تسميهم انت اسم تاني سميهم اسم تاني واقول له سيف. هو هنا كده نزلهم، بقول له كلوز داونلود ديالوج ده لما مش عايز، مش الديالوج بوكس ده مش عايزه خلاص، اقول له اقفل واروح على الفولدر بتاعي. هلاقي في الفولدر بتاعي بلاحظ ان ايه اللي زاد هنا، تكست فايل شبه النوت باد اسمه باب ميد ريزلتس. طيب انا عايز اعمل له انتجريشن جوه داتابيز، داتابيز بتاعتي اعمل له ازاي؟ بفتح ريفرنس مانجر واروح عند فايل اقول له امبورت تكست فايل. هقول لي عايز تمبورت تكست فايل لايه؟ اقول له للداتابيز اللي اسمه كانسر لينكس. هقول لي طب الفلتر بتاعك اسمه ايه؟ اقول له الفلتر بتاعي اسمه باب ميد، ودي فلترز بتنزل مع الريفرنس مانجر في السي لما بتعمل له سيت اب على الكمبيوتر. الريفرنس اسمه باب ميد ليه؟ معرفش، هو اسمه كده وخلاص. ماشي اوكي، بقول له اوبن. بعد كده بقول له التكست فايل ده، بيقول لي التكست فايل ده موجود فين؟ بقول له موجود في الباب ميد، اسم باب ميد ريزلت موجود في ايه؟ في الفولدر اللي اسمه كانسر لينكس. بعلم عليه واقول له اوبن، بيقول لي خلاص انت كده اوكي عايز تعمل امبورت، بقول له اعمل امبورت. بيعمل لي امبورت ويقول لي خلاص امبورت سكسسفولي كومبليتد، فاقول له اوكي واقول له اقفل برده ايه، واقفل الديالوج بوكس ده. فهيديني هنا لاحظت هنا ان هو جاب هنا فولدر تاجد عليه كلمه امبورتد اللي هو ايه؟ ان في امبورت imported two imported references، واحد بتاع اجروال وواحد بتاع انصارين، نزلهم لي هنا وليهم برضو نفس المعلومات اللي فوق دي مكتوب عن كل واحد منهم. تمام، طب انا جبتهم في imported عايز انقلهم لداتابيز، ما تنقلهمش في الامبورتنج، هو بيحطهم لوحده. لما تيجي تفتح داتابيز هتلاقي في عندك اربع مراجع، هو حطهم ايه؟ حطهم لوحده من غير اي حاجه، حطهم لوحده هنا من غير ما تنقلهم انت، you don't need ان انت ايه تنقلهم. بس انا عندي هنا اتنين متكررين اللي هو المانجمنت اوف ايرلي ستيج لارينجال كانسر، هما متكررين لان انا مره نقلتهم عن طريق الامبورت ومره نقلتهم عن طريق ايه؟ عن طريق السيرش. فباجي على واحد منهم واقول له ايه؟ الغي ديليت. هقول انت متاكد عايز تعمل ديليت الهايلايتد ريفرنس؟ اقول له ايوه اوكي. خلاص بقى انا عندي دلوقتي الثلاثه ريفرنسز، ممكن ارتبهم في القائمه بتاعتي دي زي ما انا عايز. ممكن ارتبهم اول حاجه بالاي دي، هرتبهم لي 1 2 3، هو طبعا لغى رقم 3 فبيحط له اي دي وخلاص. ممكن ارتبهم عن طريق الاوثرز بالالفابيتيكال، برتبهم كده اسندنج كده ديسندنج يقلبهم اوكي. ارتبهم عن طريق الببليكيشن ديت ديسندنج اقلبه كده يبقى اسندنج، ارتبهم عن وهكذا. اي ريفرنس بعمل له هايلايتنج بتظهر الداتا بتاعته دي فوق، فبعرف اذا كان لو انا كنت محتاج اقرا مثلا بسرعه الابستراكت بتاعه عشان ما افتحوش هو نفسه واقعد اقراه، ممكن اقرا الابستراكت بتاعه وافتكر وافكر نفسي بهو كان ايه، كان الصفحات بتاعته ايه، الفوليوم ايه منشور في الاكتا وهكذا. طيب انا عندي كانسر لارينكس داتابيز ده حاطط فيه ثلاثه ريفرنسز اهو. تالت طريقه ان احنا نحط بيها ريفرنس للداتابيز هي طريقه مش هنستخدمها غالبا، اللي هي المانيوال. يعني ايه مانيوال؟ مانيوال ان انا اروح للريفرنسز دي واقول له نيو، اقول له نيو ريفرنس، يفتح لي صفحه بلانك فيها خانات فاضيه عن المعلومات الاساسيه للريفرنس، يقول لي مثلا ده بوك شابتر ولا جورنال، اقول له لا ده عباره عن جورنال، جورنال ارتكل. يقول لي حط لي التايتل بتاعه واكتبه، حط لي الاوثر بتاعه واكتب الاوثر. اقوم انا بقى رايح هنا واعمل كوبي بيست للتايتل وكوبي بيست للاوثر اوكي. وبعد كده اقول لي حط لي مثلا ايه الستارت بيج، حط لي الاند بيج، اقوم انا كاتبهم هنا، حط لي الايشو، حط لي الفوليوم، اسم الجورنال، اقوم اكتبهم بحيث ان انا في الاخر ابقى دخلت المعلومات الاساسيه المطلوبه عن الريفرنس دي مانيولي، فهو خلق لي ريفرنس مانيولي وبالتالي هو يحطه في الداتابيز بتاعتي انا دخلته مانيولي. الطريقه طبعا دي طريقه مرهقه ومتعبه واشبه ما يكون بالطريقه القديمه للريفرنسز نفسها، احنا بصراحه مش هنلجا لها غير في مواقف محدوده قوي. لو انت ما عندكش انترنت، انت عندك مثلا النور قاطع، او انت في مكان في المستشفى ما فيهوش انترنت فممكن تحطه عن طريق المانيوال انسرشن، او ان انت دورت على ريفرنس معين ومش لاقيه في الداتابيز، مش عارف تلاقيه، انت عندك البي دي اف ومتاكد ان الارتكل دي موجوده بس انت مش لاقيه على الباب ميد مثلا. وبليف ات اور نوت هي ممكن تحصل وهتحصل معاك وانس اور توايس، يعني انت هتلاقي انك هتلاقي معاك ريفرنس ومالوش ريزلت على داتابيز لما تيجي تسرش عليه او تدور عليه، فهتضطر انك تحطه مانيولي علشان يفضل عندك في داتابيز وتستغل ريفرنس مانجر في سهوله الايه. بعد كده بتقفل دي، هيقول لك انت عايز تسيف التشينج اللي انت عملتها، اقول له طبعا نو انا مش هحط حاجه. لو انت هتحط مثلا اي ريفرنس تقول له يس، فانا مش هحط حاجه. فانا دلوقتي ستيل عندي عملت كده انسيرشن ل 3 داتابيزز، ل 3 ل 3 ريفرنسز جوه الداتابيز بتاعتي اللي اسمها كانسر لارينكس. بعد كده هنتعلم بقى ان شاء الله بعد كده ازاي ان احنا
نعمل سايتيشن لواحد من الريفرنسز دي على الجمله دي جوه الوورد دوكيومنت بعد كده ان شاء الله. بس انا اهم حاجه دلوقتي ان احنا اتعلمنا ازاي نجيب ريفرنس كان بره الريفرنس مانجر ونحطه جوه ريفرنس مانجر داتابيز معين اسمه كانسر لينكس. تمام. بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هنشرح ازاي بقى نعمل سايتيشن، ازاي نطبق الكلام ده عملي واحنا بنكتب. انما احنا الاول اتعلمنا ازاي نكون محفظه او نكون داتابيز جواها ريفرنسز عن دوكيومنت معينه جوه ريفرنس مانجر. ده لغايه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. المره الجايه ان شاء الله هنشرح الباقي، وانا اعتذر اذا كان في اي خطا، وارجو ان اذا كان اي حد عارف الموضوع ولقى ان انا غلطت في اي حاجه ينبهني ليها، واي حد عنده اي معلومه زياده او اي حاجه تسهل اللي احنا قلناه ده او تخليه اسهل يضيفها، ونكون له شاكرين يعني، ويكون جزاه الله خيرا. وباذن الله لما نيجي نكمل الموضوع هيبقى اسهل بكتير جدا، وممكن من تاني من الفيديو التاني ده على طول نبدا نطبق الموضوع ونكتب على طول ان شاء الله باستخدام الريفرنس مانجر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.